مظهر مباشر لصمود الشعوب الأمازيغية في شمال أفريقيا، المغرب، الجزائر، ليبيا وتونس. ولا شك أنكم لاحظتم أن هذا الصمود بدأ يظهر في أشكال مختلفة. ولكن أهم حاجة، كنا في بدايات هذه الحركة ونحن نستبعد كثيرا أن تستجيب الدولة. نقول بأن الأمازيغية ألغيت بقرار سياسي، لا يمكن إعادة الاعتبار لها إلا بقرار سياسي. إذن كانت هناك حركات ومظاهرات واجتماعات ولقاءات، وكانت أولى الخطوات من أجل الضغط من أجل خروج قرار سياسي هو التجمع الكبير ديال جامعة الصيفية 1989، وكانت هي الخطوة الأولى، لأن الجمعيات الأمازيغية قررت تخرج القضية إلى الميدان وتصارع للأجل. والخطوة الثانية جاءت مع إعلان مع ميثاق أكادير واعتماد استراتيجية موحدة للحركة الثقافية الأمازيغية من أجل الوصول إلى أهداف وتحقيق الأهداف المسجلة في ميثاق أكادير، ولكن لم تكن كافية لأن لا المؤسسات ولا السلطات لم تستجب نهائيا لميثاق أكادير، الشيء الذي طرح على الحركة الأمازيغية بكاملها أن تختار من جديد العمل من أجل الضغط وتذهب بوفد أمازيغي إلى الأمم المتحدة سنة 1993، وبمذكرة موقعة من طرف الجمعيات من أجل الضغط ليس فقط على الحكومة المغربية ولكن على حكومات شمال أفريقيا. الوفد الأمازيغي الذي حضر في فيينا في 1993 نظم وخاصة في ذلك المؤتمر وعلى هذا المؤتمر حول الحقوق العضوية الثقافية الأمازيغية في شمال أفريقيا، وذلك سنة 1993. وخلال هذا اللقاء 1993 انبثقت تأسيس كونغرس أمازيغي عالمي للضغط على تلك الحقوق. وبعد سنة من ذلك انتقلت فكرة الكونغرس إلى إعلان جنيف من أجل تأسيس كونغرس أمازيغي عالمي الذي تبنته بعد شهر من ذلك في دوامرني، وفي إعلان دوامرني للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية حوالي 40 جمعية. وهكذا كان الضغط على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، وأدى ذلك إلى بعض التطورات التي أدت إلى فكرة العمل السياسي والعمل الثقافي وصدور البيان الأمازيغي الذي وقعه المثقفون والمناضلون. ثم وقع تطور سنة 2000 نتيجة كذلك تضامن الحركة العالمية للشعوب الأصلية والحركات الثقافية الأمازيغية للشعوب المهمشة على مستوى الأمم المتحدة، حيث قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنشاء منتدى دولي لحقوق الشعوب الأصلية. سنة 2001 تجاوب المغرب مع كل هذه التطورات الداخلية والخارجية، وقرر الملك محمد السادس إنشاء معهد الملك الثقافة الأمازيغية. وبذلك وصلنا إلى قرار سياسي بإعادة اعتبار الأمازيغية من خلال ظاهرة جديدة. وهذا القرار السياسي ما هو إلا خطوة بسيطة في مسلسل الوطني المغربي لإعادة اعتبار الأمازيغية. طبعا جاءت بعده قرارات للمجلس الإداري لمعهد الملك الثقافة الأمازيغية، تيفينا كتابة للأمازيغية في جميع المجالات، إدماج الأمازيغية في سنة 2003 في المدارس، تطور العمل البيداغوجي والبحث وكتب، وطبعا كتب داخل المعهد، وإنشاء صندوق لدعم مشاريع التنمية الثقافية الأمازيغية الذي حدد يبدو لي في مليار تقريبا، وإنشاء الجائزة لهذه الجائزة
اليوم كحضور الاحتفال بها. الشبيبة الأمازيغية شاركت بفعالية في العالم الافتراضي مما أدى مع الوقت إلى المشاركة العامة للشبيبة شيبيبرين وإدراج الأمازيغية في المطالب ديالها كلغة رسمية. والآن وصلنا إلى نقطة مهمة جدا وهي أن الدستور يعتبر الأمازيغية لغة رسمية ولكن ليست هي نهاية المسلسل بل بداية المسلسل الصعب الذي يجب علينا أن نعمل جميعا على جميع المستويات من أجل التأثير في إخراج قوانين الدولية، لأنه بدون التدافق كل جهد بدون استثناء وبدون تراجعات وبدون توقفات، لأن ما يهدد اليوم القضية الأمازيغية هو التراجعات التي بدأت من 2007 مع حكومة عباس الفاسي في 2007 تراجع، ولكن طبعا التراجعات هي مسألة تخضع كذلك لمدى تطور وتقدم ديال المجتمع ككل والحركة الثقافية الأمازيغية كذلك، ولكن لنؤكد أنه الحركة الأمازيغية بجهودها الكبيرة ساعدت عن طريق اللقاء ما بين هذه الإرادة الحركة الثقافية الأمازيغية اللي بغات اللغة الأمازيغية لغة رسمية والقرار السياسي الذي يوجد في المؤسسات الدستورية، أن القرار السياسي بدأ ومسلسل يتطور ويجب أن نعمل على إعادة الاعتبار الأمازيغية بكل قوة.